أهلا بكم. استقبل البنك المركزي وفدا من نظيره الكيني يضم فريقا فنيا متخصصا للتعرف على التجربة المصرية الرائدة في إنشاء وتشغيل شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق أنستا باي. واطلع الوفد الكيني خلال زيارته للبنك المركزي المصري مؤخرا على الجوانب الفنية والتشغيلية لمنظومة المدفوعات اللحظية المصرية وكافة الأنشطة والخدمات التي يقدمها البنك المركزي المصري، خاصة فيما يتعلق بتطبيق أنستا باي وعمليات التحويل اللحظي من خلال المنظومة والآليات والتقنيات المستخدمة فيها، بما يساهم في تعزيز القدرات التقنية للجانب الكيني في هذا الشأن. أعلنت وزارة الزراعة أن إجمالي الصادرات الزراعية تجاوزت 4.5 مليون طن من المنتجات الزراعية منذ بداية العام وحتى الآن، بزيادة من قدرها 400 ألف طن عن العام الماضي بقيمة تبلغ حوالي 2.6 مليار دولار، بزيادة قدرها نصف مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي أيضاً. أضافت الوزارة أن صادرات مصر الزراعية شهدت طفرة كبيرة غير مسبوقة نتيجة المشروعات الزراعية العملاقة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي ساهمت في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، بالإضافة إلى فائض في التصدير الذي يدعم الاقتصاد الوطني بالنقد الأجنبي. أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن إعادة تشغيل وضخ لإمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة تدريجياً اعتباراً من اليوم الخميس، مثلما تم الإعلان عن ذلك أمس. يأتي ذلك عقب انتهاء الخفض المؤقت للإمدادات من أجل الحفاظ على كفاءة التشغيل للشبكة القومية للغازات الطبيعية. في أسواق البترول العالمية، استمر النفط في تحقيق مكاسب وسط توقعات متزايدة بأن البنك المركزي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، لكن ما حد من المكاسب هو ارتفاع المخزونات الأمريكية وخطة أوبك بلس لزيادة الإمدادات. وصعدت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 47% لتصل إلى 78 دولارا و78 سنتا للبرميل. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 50% ليصل إلى 74 دولارا و44 سنتا للبرميل. وكذلك ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 81% لتبلغ $2.32 سنتا للتر، وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.85% لتبلغ $3.48 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن الاتفاق الحالي لتحالف أوبك بلس لمنتج النفط يساعد على تحقيق التوازن بين العرض والطلب ويحقق حالة من اليقين في أسواق الطاقة. وأضاف نوفاك أن المجموعة قد تعدل الاتفاق الحالي لدعم السوق إن لزم الأمر. واتفقت المجموعة على تمديد معظم تخفيضات إنتاج النفط حتى عام 2025، لكنها تركت مجالاً لإلغاء خفض طوعي من 8 أعضاء تدريجياً اعتباراً من أكتوبر المقبل. ونفذ تحالف أوبك بلس الذي يضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفاء من بينهم روسيا، نفذ سلسلة من تخفيضات الإنتاج منذ أواخر 2022. قرر البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى في 5 سنوات، وخفض المركزي الأوروبي الفائدة القياسية على الودائع 25 نقطة أساس إلى 3.75% ليضم بذلك إلى البنوك المركزية في كل من انضم إلى كل من كندا والسويد وسويسرا، التي بدأت التخلي عن سياسة أسعار الفائدة المرتفعة التي اضطرت لتبنيها للسيطرة على التضخم بعد الجائحة. نهاية أخبار الاقتصاد. من جديد أعود إلى أميرة وهبة. شكرا لك محمد.